تحية لكم مشاهدينا الكرام، نرحب بكم في حلقة جديدة من حديث المساء. في هذه الحلقة مشاهدينا سنسلط الضوء على التحديات التي تواجه الشرعية في المناطق المحررة، خاصة في عدن. مشاهدينا، كما تعلمون المحافظات الجنوبية طبعا تشهد توتر كبير وتسابق أيضا محموم حول كسب المزيد من القيادات الجنوبية بين المجلس الانتقالي وأيضا الرئيس هادي. هناك أيضا أزمة تمثيل الجنوب وتحديات ربما وتحذيرات يعني ذكرها رئيس الحكومة من وجود فرز مناطقي يضر بالقضية الجنوبية وأيضا بالشرعية، وكان ربما حديثه اليوم واضح. يعني كلما حاولتم إضعاف الشرعية في عدن أو النيل من الرئيس المنتخب، كلما مهدتم الطريق لعودة الحوثيين وصالح منتصرين. يعني ربما هناك مخاوف ربما وتحذيرات أطلقها رئيس الحكومة من الوضع في الجنوب. أيضا سنسلط الضوء في القسم الثاني من حديثنا لهذه الليلة حول الوضع القضائي وعودة طبعا السلطة القضائية لعدن وأيضا المناطق المحررة، وأيضا الصعوبات التي تواجهها في ظل الوضع القائم الآن في المناطق المحررة وفي عدن. قبل البدء في النقاش حول هذا الموضوع سنذهب إلى متابعة هذا التقرير ونعود. ابقوا معنا. دخلت الحكومة الشرعية في اليمن في تحد جديد لإثبات حضورها في المناطق المحررة، فبعد شهر ونصف من دعوتها للمسؤولين المنضوين في المجلس الجنوبي المطالب بالانفصال لتحديد موقفهم منه، فالمحافظات الجنوبية تشهد تعقيدات عدة شكلتها ظروف وتراكمات طويلة، غير أن الواضح اليوم أن ثمة أزمة تمر بها القضية الجنوبية في جوهرها هي أزمة تمثيل لكافة الأطياف والتوجهات داخل القضية الجنوبية نفسها، حتى أصبح الشارع الجنوبي يتندر على كثرة المجالس التي تدعي تمثيل القضية وتنتهي هذه المجالس قبل أن تبدأ. المجلس الانتقالي الجنوبي والمؤلف من 26 شخصية جنوبية سارع مؤخرا إلى إعلان رفضه القرارات الرئاسية التي أطاحت بثلاثة من أعضائه، وقد لوح نائب المجلس هاني بن بوريكا في تغريدته الأخيرة إلى خيارات العنف والفوضى لمواجهة الشرعية الوطنية في تطور مقلق لما يمكن أن تذهب إليه مثل هذه العناصر. ويتساءل الناس في الشارع الجنوبي تحديدا لماذا ظهرت القضية الجنوبية في أدبيات أعضاء المجلس بعد قرار الرئيس هادي إقالة قياداته من مناصبهم الحكومية؟ فقد بدأ الأمر وكأنه ردة فعل أفقدتهم نزاهة الادعاء، وهو موقف أبعد ما يكون عن جوهر القضية، إذ يرى الكثير من المتابعين أن الأخطر اليوم هو زيادة وتيرة الاحتقان في المحافظات الجنوبية، والذي قد يؤدي إلى الانحراف عن مسار استعادة الدولة والشرعية في اليمن، إلى محاولة استثمار الأزمة اليمنية لخلق واقع جديد لا يخدم إلا استدامة الفوضى، والتي هي بمثابة خدمة مجانية لمشروع الانقلاب والتمرد ومن يقف خلفه من القوى الإقليمية. فلا يزال الرهان على التناقضات المناطقية والسياسية حاضرا في أذهانهم لإجهاض مشروع اليمن الاتحادي الضامن لتحقيق الأمن والاستقرار في الداخل اليمني والإقليم. نرحب بكم مجددا مشاهدينا الكرام للحديث حول هذا الموضوع. ينضم معنا عبر سكايب من اسطنبول السيد نبيل البكيري المحلل السياسي. تحية لك سيد نبيل. اهلا وسهلا بكم. مساء الخير. بداية سيد نبيل، يعني كيف تقرأ هذه التحذيرات التي اطلقها رئيس الحكومة، وربما هو حذر من صراع غبي، وكما تحدثنا ربما ايضا يعني تحدث عن محاولات اضعاف الشرعية ويعني مغبة ذلك؟ لا شك ان المشهد اليوم الذي تعيشه المناطق المحررة في الجنوب اليمني هو مشهد كان نتيجة طبيعية للازدواجية التي بنيت عليها السلطة التي تدير المنطقة في المناطق المحررة منذ البداية. كان هناك سعيا واضحا من بعض القوى الإقليمية أو بعض القوى المنضمة إلى التحالف العربي في أن تخلق ازدواجة من خلال خلق وتشكيل مؤسسات خارج إطار المؤسسات الرسمية للدولة. كان هناك فرزا واضحا لتشكيل سلطة أمر واقع بديلة عن السلطة الشرعية التي تدخل التحالف العربي من أجل استعادة الشرعية استعادتها واستعادة الشرعية الدستورية الموجودة في اليمن. وبالتالي هذا ما يحصل اليوم
ما تحدث عنه اليوم رئيس الوزراء كان عبارة عن تشخيص أو تحصيل حاصل لواقع موجود أصلاً. سبق وأن حذرنا منذ البداية عن هذه التناقضات الموجودة، عن هذه الازدواجية الموجودة بين طرفي سلطتين حاكمتين إن صح التعبير. السلطة الحاكمة سلطة الأمر الواقع، الحاكمة هي السلطة الانقلابية التي أعلنت عما يسمى بالتحالف أو ما يسمى بالمجلس الجنوبي الانتقالي، الذي كان هو امتداد لسلسلة امتداد سياسي للانقلاب الحاصل في 21 سبتمبر 2014 في صنعاء، بنفس الأدوات ونفس الإشكاليات ونفس المسار السياسي الذي اتخذ من أجل سحب التأثير السلطة الشرعية التي تدخل التحالف العربي من أجلها. وبالتالي يلتقي الانقلابان اليوم في صعيد واحد، وهو ضرب هذه الشرعية، عدم الاعتراف بها، تحويل هذه الشرعية إلى رقم غير فاعل في المعادلة السياسية اليمنية. وبالتالي كل ذلك كان مدروسا ومخططا له منذ البداية من قبل بعض القوى المنضوية في التحالف العربي، التي أيضا تراهن أيضا بنفس الورقة الانفصالية، كما تراهن بالورقة الانفصالية جنوبا، تراهن بالورقة الثورة المضادة أو ما يسمى بالانقلاب الميليشيوي الذي في صنعاء، وهي تستخدم نفس الورقتين لضرب الشرعية الممثلة للشعب اليمني والمعترف بها دوليا وإقليميا. نعم. طيب سيد نبيل، ربما هذه التحذيرات اللي أطلقها اليوم رئيس الحكومة، هل هذه التحذيرات يعني بها أطراف داخلية أم أطراف خارجية؟ لمن هذه الرسائل؟ لمن وجهها؟ أنا باعتقادي أن هذه الرسالة رسالة واضحة للتحالف العربي. التحالف العربي اليوم الذي يعتبر هو المتصرف الفعلي في كثير من الأمور السياسية في اليمن، بيده الكثير من الأمور الاقتصادية أيضا والسياسية أيضا، وبالتالي في التحالف العربي هو المدعو المقصود أولا وأخيرا بمثل هذه الرسالة، لأن البديل عن السلطة الشرعية هو الاعتراف بسلطة الانقلاب الميليشيوي الطائفي المدعوم إيرانيا في صنعاء، هو الاعتراف أيضا بسلطة الانقلاب الميليشيوي أيضا المرتبط بشبكات إرهابية في الجنوب. نحن أمام حقيقة واضحة، إما الشرعية وإما الميليشيات الانقلابية في صنعاء وعدن هي التي تحكم اليمن. هذا إذا يعني إذا افترضنا في أحسن الأحوال أن تذهب السلطة في سلطة الأمر الواقع في هذه المنطقتين إلى هذه الميليشيات الانقلابية، ولن تذهب اليمن إلى مزيد من التشظي والانقسام، وهذا هو السيناريو الأكثر حضورا في حالة ما تم إضعاف مركز وتأثير الحكومة الشرعية في المعترف بها دوليا في اليمن. ستذهب اليمن إلى التشظي والانقسام الفئوي والمذهبي والمناطقي والجغرافي، ولا يمكن أن يحكم اليمن دون الشرعية إلا ميليشيات انقلابية وأمراء السلاح في الشمال والجنوب على حد سواء. نعم، يعني أنت تحدث ربما وقرأت ربما هذه الرسائل هي موجهة ل يعني أطراف ربما بالتحالف سيد نبيل، طيب لماذا التحالف هو معني بهذا الصراع؟ وربما يعني جميع الأطراف يعني هي محسوبة لهذا التحالف، لماذا هو الآن يعني الأطراف طبعا المتصارعة، لماذا هو معني الآن بهذا الصراع؟ التحالف العربي هو الفاعل رقم واحد في المعادلة السياسية اليوم. التحالف العربي هو صاحب الكلمة الفصل في كثير من القضايا التي تدور اليوم. التحالف العربي يمتلك قوة موجودة، يمتلك سطوة على سياسية أيضا على كثير من الشخوص الذين ظهروا على مسرح الحياة السياسية في المناطق المحررة. التحالف العربي معني لأن تدخل التحالف العربي أتى من أجل السعادة الشرعية اليمنية، من أجل الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره، وبالتالي هو المعني بهذه الرسائل بدرجة رئيسية، لأنه هو الفاعل الرسمي في الملف اليمني في هذه المرحلة. الشرعية في هذه المرحلة تعاني من تضعضع كثير من تأثيراتها على مسار السياسي، بالنظر لأن هناك اشتغال من قبل بعض أطراف التحالف العربي على إضعاف مسار الحكومة الشرعية، على إضعاف تواجدها الأمني والعسكري، على إضعاف أدائها الخدماتي، على أداها الاقتصادي، وتحويل الشرعية إلى طرف عاجز أمام المجتمع الدولي عن تحقيق أي نجاحات على أرض الواقع، مما يسهل بالاعتراف بالميليشيات الانقلابية شمالا وجنوبا. نعم، يعني أيضا سيد نبيل ربما أنت تتحدث عن مخاطر، وأصبحت ربما الآن الشرعية هي يعني هي طرف بهذا الصراع، يعني ما مخاطر ربما تحويل أيضا الرئيس هادي إلى طرف في هذا الصراع؟ وكلنا نعرف طبعا الرئيس هادي يعني يمثل الشرعية، وهو طبعا رئيس يعني حاليا يقود البلد.
الرئيس هادي يستمد قوته وحضوره السياسي من حالة الإجماع الوطني التي دفعت به إلى سدة السلطة في 2012، ويستمد هذه الشرعية أيضا من دعوته للتحالف العربي والمملكة العربية السعودية تحديدا للتدخل من أجل إيقاف الانقلاب واستعادة الشرعية. هذه القوة التي في حالة ما ذهبنا أو ذهبت بعض الأطراف إلى تخطي هذه الشرعية، فإنها بالضرورة ستعترف بسلطة الأمر الواقع الانقلابية في صنعاء، وأيضا سيتحول التحالف العربي إلى عدوان خارجي على اليمن. هذه المعادلة البسيطة، المعادلة السياسية البسيطة والمعقدة في آن، هي التي تحكم مسار العملية السياسية في اليمن اليوم. تجاوز الملحق الشرعية اليمنية يعني الاعتراف بالانقلاب الميليشيوي المدعوم إيرانيا، يعني تحول التحالف العربي إلى عدوان خارجي على اليمن. هذه المعادلة الصعبة والمعقدة والبسيطة في آن يجب أن تفهم بهذه الكيفية من قبل التحالف العربي، أنه أي تفريط بالشرعية اليمنية، أي دعم لأي انقسامات في إطار الشرعية اليمنية أو انقسامات في إطار القوى الفاعلة على الأرض اليوم، هو في نفس الوقت يصب في الانقلاب ويصب في صالح المشاريع الإرهابية الموجودة اليوم التي تضبطها تحت مسميات ليس لها أي علاقة بالسلطة الشرعية في جنوب اليمن. نعم، يعني أنت تتحدث يعني ربما هناك يعني مخاطر لذلك، يعني هل هم هذا يعني أطراف ربما بالتحالف، هل هم ليسوا مدركين لمخاطر هذا الموضوع، محاولة إضعاف الشرعية والرئيس هادي سيد نبيل؟ أنا لا أعتقد أنه لا يدركون مثل هذه المخاطر، لكن هناك أطراف أيضا تريد أن توظف هذه التناقضات وتريد أن تستفيد من هذا الوضع في إطار يستغلون ربما كما يتهيأ للبعض أنه على هامش الأزمة الخليجية الكبيرة اليوم والصراع الخليجي الكبير، ربما بعض الأطراف تريد أن تستغل هذه النزاعات الخليجية لتحقق شيء في الملف اليمني من خلال أيضا تجاوز الشرعية وتجاوز أيضا الواقع الموجود في اليمن والسعي منفردة إلى تحقيق شرعية غير الشرعية المعترف بها دوليا، لعلها بذلك تمتلك ورقة للضغط في إطار أو استخدام الملف اليمني كأداة من أدوات الصراع مع بعض الأطراف الخليجية الأخرى. نعم، ابقى معي سيد نبيل، دعني أشرك الآن معنا السيد أسامة شرمي وكيل وزارة الإعلام عبر الهاتف من القاهرة. تحية لك سيد أسامة. أهلا وسهلا. نعم، يعني أيضا سيد أسامة، يعني هناك تحذير ربما لرئيس الحكومة من هذا الصراع ربما الغبي الذي تحدث عن، أيضا كيف تقرأ هذه التحذيرات التي أطلقها اليوم رئيس الحكومة؟ أنا في اعتقادي بأن التحذيرات التي أطلقها اليوم رئيس الوزراء كانت طبيعية في السياق العام الذي تعيشه البلد، ونحن فعلا مهددون بانفجار أكثر من بؤرة للصراع في أكثر من منطقة، ولكنها ليست الحيثية الرئيسية للمقالة التي كتبها اليوم رئيس الوزراء. أنا في اعتقادي بأنه ما يجب التركيز عليه هي الفقرات الأولى من هذا المقال الذي دعا فيه إلى أن يكون هنالك حوار سياسي وأن تكون هنالك نقاشات جادة ومناقشة القضايا السياسية بشكل مفتوح، ودعا إلى سياسة الانفتاح على الجميع، وكل هذه أمور طيبة جدا بعد حالة الاحتقان العامة التي يعني عصفت بالبلد خلال المرحلة الماضية. ولكن للأسف هنالك أو جميع الأطراف اليوم تتمنى أن تجد من بين السطور ما تستطيع به أن تضرب الأطراف الأخرى، وحتى استهدفت من خلالها المقالة نفسها التي أنا من وجهة نظري كانت مقالة إيجابية، ومعروف نحن لدينا انحياز واضح للقضية الجنوبية ولا يمكن أن نتخلى عنها تحت أي ظرف من الظروف، وبالتالي نستطيع أن نقول بأن اليوم ما طرحه السيد أحمد عويد بن دغر كان إيجابيا بالمجمل، لولا أنه قرئ بلغة الواقع المتأزم الذي يجب أن نتجاوزه، ويجب أن ننظر إلى المضامين العامة التي احتوتها هذه الكلمة، ويجب أن نأخذ بما تناولته من نقاط رئيسية كما أشرت التي دعت إلى الحوار والنقاش والشراكة الحقيقية بين مكونات المقاومة والشرعية، وبالتالي لابد أن تخرج هذه الحيثيات إلى واقع عملي يستطيع من خلاله الجميع طرح كل المسائل والشكوك والتحفظات التي لديهم على الطاولة ونناقشها. وأنا أعتقد أنه لا توجد إشكاليات حقيقية بين مكونات الشرعية اليمنية وما يخرج اليوم من خطاب أو مسميات هي لم تخرج فعليا عن
الشرعية، وشخصية الرئيس عبد الرب المنصور هذه هي شخصية مجمع عليها ولا يمكن أن الخروج عنها. طيب جميل. طرف. طيب سيد أسامة تحدث ربما عن لغة الصراع طبعا، وربما تحدث أيضا رئيس الحكومة عن ذلك. طب كيف يمكن ربما محاصرة بؤر الصراع التي تحدثت عنها؟ ربما رئيس الحكومة كان واضح ربما وتحدث عن ربما أبين والضالع ويعني الصراع في بينهما ربما. كيف يمكن محاصرة بؤر الصراع باعتقادك سيد أسامة؟ يا عزيزتي، أبين والضالع إخوة، ولا توجد هنالك أزمة حقيقية على الصعيد لا الاجتماعي. يعني أنا أحدثك بما أشار إليه رئيس الحكومة سيد أسامة. من الظروف أن تقرأ رسالة رئيس الوزراء بهذا الشكل التي يحاول كلا الطرفين أن يحورها بهذا الشكل. لا، رئيس الوزراء وضح بأن هنالك بؤر للصراع بالإمكان أن تنفجر، واستدعى فعلا مشاهد تاريخية لكن لا يجب أن نحن أن نحملها ذات الأطراف التي سميت في يوم من الأيام. في اعتقادي هي أزمة سياسية وليست أزمة مناطقية ولا اجتماعية، وبالتالي يجب معالجتها معالجات سياسية. نعم، أيضا ربما أنا يعني سألت السيد نبيل البكري ربما من المستفيد من محاولة ربما إظهار الحكومة الشرعية ورئيس الدولة أيضا ب يعني موقف الضعف في العاصمة عدن؟ يعني هناك أطراف تسعى لإضعاف الشرعية في عدن. كيف تضعفها يعني؟ يعني بنلاحظ انه حتى يعني الان بنلاحظ انه حتى اطراف خارجيه بتحاول اضعاف موقف الشرعيه وموقف ايضا الرئيس هادي بدعم هذا المجلس الانتقالي. انا اعتقد بان ايضا الخوض في هذا المجال من هذا المنطلق بناء على تصفيه حسابات حزبيه على حساب المصالح العليا للوطن امر غير سليم. لا توجد من دول التحالف من تسعى لاضعاف الشرعيه وهي الداعمه الحقيقيه للشرعيه حتى هذه المرحله، والكل في خطابه الرسمي من خلال الحكومه الشرعيه يشكر جهود المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ولا يمكن لنا تحت أي ظرف من الظروف أن نقدح في أشقائنا الذين بذلوا الدماء من أجل حرية اليمن وكرامتهم. نعم سيد أسامة، ربما أنا أقصد بالإضعاف يعني عفوا فقط لكي أوضح لك فقط النقطة. لا يعني أنت تحدثت أنه ربما الكلام على النار يا أستاذ الله يحفظك. نعم دعني فقط في نقطة الإضعاف، يعني هناك قرارات للرئيس هادي كان هناك تمرد وعدم القبول بها من قبل ربما المحافظين ايضا وايضا من المجلس الانتقالي، يعني كما هو معروف. يعني حنخبي ايش؟ طبيعي جدا ان تحصل مثل هذه الحالات. نحن لا نعيش لا يوجد في اليمن مجال سياسي حقيقي بامكان مناقشه المسائل فيه لا داخل البرلمان. يعني باعتقادك ما يحصل عادي ولا فوق الطاوله بعد اسقاط الميليشيات للدوله داخل العاصمه صنعاء؟ نحن نعيش حاله اعلاميه يعبر الكل عن مقترحاته وحقوقه ومطالبه من خلال الاعلام، وهذه مساله كارثيه. يجب عوده المجال السياسي في اطار الشرعيه ومناقشه المسائل في اروقه السياسه بعيدا عن الصخب الاعلامي. يعني انت تتحدث ربما الوضع وكانه يعني طبيعي في البلد، ولكن يعني رئيس الحكومه يعني هو بنفسه طبعا تحدث وحذر من مغبه الاوضاع. يعني الوضع ليس بطبيعي في عدن او حتى المحافظات المحرره السيد اسامه. يعني انت تتحدث وكانه الواقع يعني ما فيش حاجه والدنيا سلامات يا سيد اسامه. حفظك الله. التحذيرات رئيس الوزراء منطقية نتيجة للحالة التي تعيشها البلد، لكن الواقع اليوم لا ينبئ بمثل هذه أو لا توجد فيه مثل هذه الاضطرابات أو المشاكل، وإن أنبأ بها فعلا في المستقبل القريب. لذا نتمنى أن يساهم العقلاء من كلا الطرفين في خروج البلد من هذا المأزق، ومقالة رئيس الوزراء اليوم تأتي على رأس هذه الجهود وفي مقدمتها. نعم، طيب ربما نتحدث بوضوح سيد أسامة، يعني السيد رئيس الحكومة تحدث ربما أن الوضع ربما متفجر، طب كيف يمكن ربما معالجة هذه الأزمة الحاصلة الآن؟ ما هو طرح معالم الطريق اليوم رئيس الوزراء في مقالته، وقال لابد من الشراكة يعني النقاش والحديث بشكل سياسي بعيدا عن التأزيم او محاوله مد النفوذ داخل العاصمه عدن والمناطق المحرره، وهذا كلام واضح وسليم جدا ورائع، وهو يعني ما نتمنى ان يتم خلال الايام القادمه بجهود الحكومه الشرعيه كونها الضامنه لمثل هذه الفعاليات ان تتم وان تؤتي ثمارها بشكل سليم. يعني انت متفائل انه سيتم هذا الحوار وان الامور جداً سوف لأنني اعرف الاطراف عن كثب وجميعها أطراف مسؤولة وتشعر بالمسؤولية تجاه أمن العاصمة عدن، ولن تنزلق تحت أي ظرف من الظروف، وهذا ما نراقبه حتى هذه اللحظة. وكيف تقرأ الدعوة إلى المليونية يوم الجمعة سيد أسامة؟ مليونيات الحراك الجنوبي هي قائمة منذ العام 2006. ربما الواقع الآن تغير عن المليونيات السابقة سيد أسامة. كيف يعني؟ والظروف يعني؟
الحالية؟ ما الذي تغير؟ لا يوجد متغير كبير جدا. يعني هناك مجلس انتقالي يطالب، وهناك أعضاء في المجلس الانتقالي رافضين القرارات لرئيس هادي، هناك محافظين إلى الآن يعني لم يتسلموا ربما مبنى المحافظة في مناطق كثيرة، رئيس يعني محافظ عدن لا زال يعني يعمل من قصر معاشير. نحن في حالة انفراجة، لا تعطلوها رجاء بالخطاب الإعلامي. نحن لا نعطل، نحن فقط احنا يعني استضفنا حضرتك عشان نعرف الواقع، ولكن هناك واقع يعني، وحضرتك ربما تحاول سياسية أو إشكالية سياسية ستحل مع كما قلنا بالخطوات والطرق التي وضعها اليوم رئيس الوزراء في مقالته، ولا أعتقد بأنها كانت فعلا أكثر مقولة إيجابية تمت في أو حصلت في هذه المرحلة، والجيد أنه من كان يقف على رأسه هو رئيس الوزراء بس. طبعا احنا نتمنى طبعا الاوضاع يعني لا تتفجر ولا تتازم سيد اسامه. عموما اشكرك شكرا جزيلا وكيل وزاره الاعلام السيد اسامه الشرمي، حدثنا من القاهره، شكرا جزيلا لك. وبالعوده للسيد نبيل البكيري، يعني هل لديك تعليق لكلام ربما السيد اسامه تحدث انه ربما ستحل جميع الازمات، وهناك طبعا حوار سيقام حاليا في عدن ولن تتفجر الامور؟ يعني نحن نتمنى أن لا تذهب الأمور إلى غير رجعة في هذا المسار، نتمنى من العقلاء أن تحل المشاكل في إطار الحوار السياسي، حوار سياسي قائم على ثوابت سياسية واضحة في قمة أولويات هذه السياسة أو هذه الثوابت هي الشرعية الوطنية المعترف بها دوليا وإقليميا. ألا تذهب أيضا من ضمن هذه الحوارات قبل الحوار أيضا حول كثير من آليات العمل الموجودة على الساحة اليوم، وهي الميليشيات التي تعمل خارج إطار سلطة الدولة الرسمية. تحدث عن هذه الآليات أو عن هذه الأدوات التي تشتغل اليوم في إطار تفخيخ الحياة السياسية وتدمير الحياة السياسية من خلال هذه الأدوات التي لا زالت على امتداد أكثر من عام يتم تعزيزها وتقويتها على حساب الدولة ومؤسساتها. نحن بحاجة إلى حوار، حوار العقلاء وليس حوار الطرشان الذي شهدناه في المراحل السابقة. اليمنيون اليوم عندهم مفترق طرق، لا يمكن أن تذهب اليمن أو تتخطى هذه المرحلة إلا بحوار العقلاء والجلوس على طاولة واحدة في نقاش يأخذ في مدى في 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 أولوياته الشرعية اليوم كثابت من ثوابت الحياة السياسية، وثابت أيضا المجتمع الدولي اليوم الذي ينظر إلى هذه الشرعية كقارب نجاة للحالة اليمنية. ولا يمكن أن يعترف المجتمع الدولي بميليشيات خارج إطار سلطة الدولة أو يعترف بها، وقد رأينا في حل الانقلابية في صنعاء أكثر من عامين من الانقلاب ولم يتم الاعتراف بهذه السلطات الأمر الواقع الانقلابية. وبالتالي اليوم يجب أن يأخذ الأخوة في الحركات الانفصالية أو ما يسمى بالحراك الانفصالي في الجنوب أن يأخذ بعين الاعتبار هذه الجزئية المهمة، أن المجتمع الدولي ليس قابلاً أو ليس عنده استعداد أن يذهب لاعتراف ميليشيات لا يعترف فيها أحد، أو ميليشيات لا تأخذ في اعتباراتها اللحظة السياسية التي يوم تمر بها المنطقة، وهي مرحلة شديدة التعقيدات والحساسية ربما ستذهب إلى تفجير صراع كبير في هذه المنطقة التي لا تحتمل مزيد من التهزيم. نعم، دعني أيضا أشرك معي من تونس عبر الهاتف السيد معن دماج المحلل السياسي. تحية لك سيد معن. تحية لك سيدي. يعني بداية أيضا سيد معن، يعني كيف تقرأ هذه التحذيرات التي اليوم أطلقها رئيس الحكومة؟ والله هناك عدة مستويات لطبيعة الرسائل الموجودة في بيان رئيس الوزراء بن داغر. أولها يعني تحدد المستوى الخطر للاستفافات الموجودة في عدن وفي الساحة الجنوبية بشكل عام. الأمر الذي دفع بن داغر للتصريح والخروج من تحفظه حول هذا الملف. والأمر الآخر أنه هذه الاصطفافات التي للاسف الشديد على اساس صراعات الماضي السياسي بالاساس بين الزمره والطغمه تتم اليوم بعد سنوات من انطلاق الثوره الشعبيه وبعد النكسه التي واجهتها الثوره في المنطقه العربيه وصعود القوى الاقليميه التي على مختلف مواقعها السياسيه هي كانت في جزء من الثوره المضاده. وللأسف الشديد كل الأحزاب السياسية اليمنية اليوم هي في مرحلة غياب الوزن، ليس لها لا تأثير ولا موقف، وهي في حالة حتى لا تستطيع أن تعلن مواقفها. والقيادة السياسية للأسف الشديد أغلبهم من رجالات الدولة الموظفين ما يعرف بالتكنوقراط وبقايا رجال علي عبد الله صالح
مهما حتى حصلت النوايا بعضهم ليس في المستوى الأخلاقي ولا القيمي ولا الفكري الذي يمكن أن يكون جزء من الحل. هو ثورة فبراير في محاد فقدان الوزن، وهذه كلها تداعيات يعني سببها انهيار النظام القديم ومحاولة إعادة سيطرة من قبل الدول الإقليمية والقوى الماضية السياسي. لكن يعني التصريح الرئاسي للتعبير على حدة هذه الخلافات ووصولها ربما إلى محاذة قطر. نعم، يعني تتحدث يعني ربما يعني خروج بن داخل رغم يعني وحديثه وهذا التحذيرات الذي اليوم حذرها ربما تمثل مستوى الخطر كما تحدث يعني، وهل ايضا ربما نقرا انه خروج ايضا بن داخل وبهذه التحذيرات هل يدل ايضا الى عجز الحكومه ربما لمعالجه الاوضاع والمواجهه ما يجري حاليا في عدن وفي المناطق المحرره؟ الحكومه للاسف الشديد منذ البدايه كانت يعني قد فشلت في ان تحرز اي استقلال جدي عن التحالف العربي، وهي متزيله تماما التحالف العربي والمملكه العربيه السعوديه. ومن الواضح انه القرار الاساسي هو في يد الدول الاقليميه اليوم، السعوديه والامارات بالنسبه للمعسكر الحكومي. والمؤسسات التي انشئت للاسف الشديد انشئت منذ اول لحظه على اسس جهويه ومناطقيه. كان هناك دعم وتأسيس للهوية العسكرية والأمنية على أساس مناطقي وعلى أساس جهوي. نعم. وكان هناك استخدام لبعض الأطراف السياسية للأسف الشديد بذات السلفيين في قصتهم السياسية وسياسيتهم باستخدامهم من قبل طرف إقليمي ضد المجتمع. ولكن طبعا كان الأسوأ أن القوى السياسية بذات الأحزاب كانت قد فشلت فشلا ذريعا، وهي اليوم بالفعل تكاد تأثيرها يساوي صفرا رغم مئات الآلاف من أعضاء المنتشرين في أربع جهات اليمن. نعم. وقوى فبراير مشتتة وهي عاجزة اليوم، علينا أن نعترف أننا عاجزين على فهم النقطة التي وصلنا إليها. هناك انحيازات للمصلحة الدول الإقليمية. نعم. والفشل في القدرة على تعبئة الشارع من أي مشروع سياسي واجتماعي. الحكومة منذ البداية لا تمتلك الأدوات، ربما الرئيس يمتلك بعضها. أما الحكومة فهي تكتفي بتسيير القدر البسيط من المؤسسات التي لديها والتعبير عن موقفها السياسي الذي هو أيضا غير موحد في الواقع. بالنسبه للموظفي الدرجه الاولى الوزراء والمحافظين تتجاذبهم انتماءات شتى، وبعضها طبعا للاسف الشديد لدول اقليميه وليس للمشاريع السياسيه الوطنيه. نعم. سيد معني، يعني تحدث ربما أنه الحكومة طبعا عجزة وفشلت ربما وسقط، هناك عدة ملاحظات. طيب إضعاف هذه الحكومة ربما في عدن هل بسبب يعني ضعف أدائها هي أم ربما لي يعني عوائق مفتعلة من قبل أجندات خارجية؟ هي ضعيفة سياسيا لأنها لم تحاول الدولة بشكل عام، لم تحاول أن تفرض استقلال عن قوى التحالف، راهنت عليه منذ البداية ولم تراهن على المجتمع. والتحالف بالتأكيد لم يأتي في عمل خيري أو تطوع في اليمن، لديه مصالحه ولديه مشروعه الذي قد يلتقي في نقطة هنا وهناك مع الحكومة ومع المجتمع اليمني، لكن في بقية النقاط يمثل مصالح خاصة قد تتعارض مع مصالح اليمنيين. الإشكال في الجنوب وفي القضية الجنوبية أنها تركت يعني خارج العمل السياسي الجدي، حتى الصراعات الماضي السياسي، حتى عندما نتحدث عن صراعات الزمرة والطغمة كان هناك في الأخير الحزب الاشتراكي اليمني والحركة الوطنية والمشروع السياسي التقدمي مهما كانت نتائجه ومآلاته. اليوم ماذا لدينا في الواقع؟ لا نستطيع أن نجد عنوانا واحدا معني بالمجتمع اليمني وبال القوى الشعبية اليمنية وبالقضايا التقدمية اليمنية، فقط حديث عن الأصول والمنابت ومحاولة إظهار أن كل طرف أكثر اتفاقا مع السعودية ومع دول الخليج، وخارج هذا الأمر لا يوجد شيء. يعني من المؤسف جدا أن كل الأحزاب والتيارات الفكرية الكبرى في اليمن، اليسار والقوميين والإسلاميين، انتهوا إلى هذا الوضع، ربما هي نهاية مرحلة. لكن أنا متأكد أن المجتمع في عدن وفي الجنوب وفي كل مكان
في اغلبه الاكبر خارج هذه الاتفاقات، وهو طبعا لا يقبل ولا يريد ان يكون هناك اي صراع على اساس قبل وطني او على صراع جهوي او على صراع قبلي او على صراع مصالح سياسيه ضيقه. لكن للاسف في عدن كما في الجنوب كما في اليمن بشكل عام، نعم، القوى الاجتماعيه الواسعه والقوى الشعبيه والقوى التحرريه لا زالت غير قادره على الانتظام داخل برنامج سياسي ولا داخل اليه تنظيميه. نعم. وبالتالي هذه الاشكال التي تنتمي لماضي الصراع القديم والتي تستخدمها قوى اقليميه ودوليه تبدو هي الابرز، ولكن مع ذلك الحكومه تستطيع ان تخفف وان تنزع صاعق الانفجار، وهناك امكانيه كبيره دائما للالتقاء في الوسط وتقديم تسويه معقوله وتحويل المساله الى المجتمع ليقرر مصيره بيده بعيد عن الحديث الزائد باسم المجتمع و تقديم النفس باعتبارهم الممثلين الوحيدين لقضيه معينه او لطرف، نعم، اجتماعي او جهوي معين. يعني تحدث ربما يعني عن هذه يعني الحكومه هي قادره ربما على تسويه معينه، طب هل هذه التسويه ربما يعني في اطار الشرعيه نفسها سيد معن، هل تقصد ذلك؟ هي المساله الاساسيه التي تعني بمنهج الشرعيه انها تبقى الشعار الوحيد والإعلام الوحيد الذي يخرج اليمنيين من شرعية الغلبة وفرض الأمر الواقع بالقوى القهرية. بقية الأشياء أعتقد أن أغلب المجتمع اليمني لا تعني به الحكومة والشرعية في هذه في شيء. الأساس في الشرعية على المستوى المحلي وعلى المستوى الدولي أنها العنوان الوحيد للشعب اليمني وللمجتمع ولدوام المؤسسات والمحافظة على الكيان الوطني والسيادة مهما كانت العلاج والاختلاف مع أشخاصها ورموزها. وبالتالي المسألة الأساسية كيف يمكن أن يبقى هذا العنوان ملبيا لرموزه الفعلية والمشاريع الحقيقية، كيف يمكن أن يعود معبرا عن السيادة وعن وحدة المجتمع اليمني ووحدة المؤسسات وشرعية المجتمع وليس شرعية القوة والعمق. بالتالي نعم، شرعية الحكومة هي بالأساس أنها تعني لليمنيين الابتعاد عن فرض القوة وعن خيار الحرب. خيار الحرب الذي فرض طبعا على مستوى اليمنيين بانقلاب علي عبد الله صالح والحوثي واجتياحهم لليمن بالسلاح. الآن في المناطق المحررة يبقى الأمر الأساسي في الشرعية هي منع الاحتكام بالقوة، نعم، ومحاولة إيجاد السبل الديمقراطية والشعبية التي تسمح لكل التيارات السياسية مهما كان الخلاف معها بالتعبير والتواجد الشعبي والسياسي والعمل لمشروعاتها من خلال الدستور السلمية. أنا أتصور أن هذا الحد الأدنى الذي ينبغي أن تعمل من خلال الشرعية. موقف الدول الإقليمية في السعودية وبقايا دول الخليج والإمارات أمر لا نستطيع أن نقدم لهم نصائح لأنهم في الواقع يعرفون مصالحهم جيدا، نعم، ويتحركون في إطار مشاريع دولية لا تعنينا وإن كنا نتضرر منها بالتأكيد. يعني باعتقاد طيب سيد معن، يعني نعم، انت ربما تحدثت سيد معن عن ربما قدره الحكومه الشرعيه على يعني مثل هكذا تسويه داخل يعني، ولكن على عجاله، يعني هل سيتم ذلك او هل ستستطيع الحكومه بمعزل عن ربما العامل الخارجي؟ هناك من يتحدث انه العامل الخارجي ربما هو قادر على حلحله هذا الوضع الان في الجنوب او حتى المناطق المحرره. أنا أعتقد أن العقلية هذه التي تراهن على الخارج وتعتبر أنه قادر على كل شيء وإهمال المجتمع هي جزء كبير من المشكلة. ممكن طبعا جزئيا إذا تم الاتفاق السعودي الإماراتي على مصير الأوضاع في الجنوب أن الأمور تهدأ، لكن الأمر الأساسي والذي يمثل الحل هو يعني استنهاض قوى المجتمع والاعتماد على المواطنين وعلى المجتمع وعلى القوى الوطنية والاجتماعية، نعم، وأن تصل هذه القوى إلى حلول. هذا هو الأمر الأساسي. أما المراهنة على الخارج فقد جربناها سنتين وثلاث سنوات وفي الواقع 50 سنة ونعرف جميعا أين وصلنا في كل تلك المراحل. جميل جدا، أنا أشكرك شكرا جزيلا. المحلل السياسي من تونس السيد معن دماج، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام مستمرين معك. ليصلك كل جديد قم بالاشتراك في قناة راديو وتلفزيون يمن شباب على موقع يوتيوب واضغط الجرس ليصلك الإشعار.